وننتقل الآن للمكرونة بالوايت صوص للأطفال الحلوين المعترضين على الفتة. مش عايزين فتة يا مامي، عايز مكرونة. هنعمل لك مكرونة بالوايت صوص مع الخضار، مقاديرها على الشاشة. معانا مكرونة بنة لسه ما اتسلقتش، ومعانا حليب وكريمة لباني، ومعانا شوية كوسة، شوية فلفلة ملونة. أنا عايز أحط معاها فلفلة وخضار وشوية زعتر حلوين، فصين توم. أسلق المكرونة أولاً بمية وملح وزيت، ده الطبيعي. أهو مية وملح وزيت، والمية تغلى على النار يا عم الشيف. حذاري تحطي مكرونة في مية باردة. إيه اللي هيحصل يا مغازي؟ هي لحمة ولا فراخ مش هتستوي؟ لا، المكرونة هتعجن منك وتتكسر منك ويبقى شكلها وحش، لأن المكرونة مش رز. يمكن الرز لو حطيت عليه مية باردة أو مية من الحنفية وبتسلقيه روحه طويلة شوية، إنما المكرونة بالذات لو بتسلقيها في مية باردة وحطيتي ملح وزيت زي ما الشيف قال، المكرونة البنة بالذات على المية ما تسخن هتلاقي المكرونة دي اتكسرت وعجنت معاك، مع إنك أنت ما بلاش خمس دقايق على النار. فالطبيعي لما تيجي تسلقيها لازم تسلقيها في مية بتغلى على النار مع شوية زيت وشوية ملح. حلو الكلام؟ تبقى اللحمة على النار. مكرونة للأمانة علشان أنا صادق معاكم لازم المية تغلى على النار، وننزل بالمكرونة. المكرونة معاك حق والله، أنت ابن حلال. المية بتغلى على النار، ننزل بالمكرونة في المية والزيت. قلبه عليا بيقول لي الوقت يكفي يا شيف. وطبعا أنت بتقعد في البيت يوم بالكامل عشان تاكل طبق فتة. ما بتصدقش إن الشيف يعمل الفتة في 30 دقيقة طايم مشفي. المكرونة خلاص أهي زي الفل. تمام. تسلق المكرونة. بسم الله الرحمن الرحيم. اتسلق يا مكرونة وخد راحتك خالص عشان عايز شوية شوربة منك. الشوربة بتاعتك هعمل بيها الوايت صوص. هي المكرونة لها شوربة؟ طبعا. المكرونة أحلى شوربة تعمل منها الوايت صوص، تعمل منها البشاميل. الحاجات الجميلة دي خلي بالك ده مهم جدا. بشاميليات مية مكرونة. وايت صوص مية مكرونة. شوية مية مغليين كمان. أنا عامل سيرفيس كبير لأن ابني عازم صحابه النهاردة. بنوتي الحلوة الجميلة بنبونية العيلة عازمة بناتها الحلوين النهاردة. فده مطلوب، والأولاد مش هيبصوا على الفتة بقى ويبصوا على البتنجان. يمكن سلطة الخس يبصوا لها. يهمهم المكرونة بالوايت صوص. طبعا المكرونة اللي بعمله دلوقتي يعني بضيف له إضافات. إيه الهدف من ورا الإضافات؟ دي مكرونه بالوايت صوص. خدت شويه شوربه من شوربه اللحمه بتاعه الفته خليتهم على جنب. عند ميه المكرونه كمان هعمل بيها الوايت صوص. فاصبحت المكرونه بتجمع من كل الاحبه اللي موجوده. الاولاد ما كانوش من الفته يبقى انا اكلتهم بروتين حيواني بطريقه غير مباشره، سواء من شوربه اللحمه او من الكريمه اللباني اللي انا حاططها في قلب المكرونه. زائد طبعا الخضروات الجميله، الفلفله الملونه مع البصل الملون. مقاديرها على الشاشه يا استاذ رحاب بعد اذنك. بصل متقطع جوليان يعني شرايح، ومعانا فلفل اخضر رومي احمر بالشكل ده كده، وشويه كوسه اذا عندك. ممكن تستخدمي بتنجان لو حابه. معانا كمان سبانخ لو انت حابه مفيش مشكله. زي الفل. علشان تعمليها لاولادك النهارده، الاولاد بيحبوا الحاجات الخفيفه السهله في الاجازه بالذات. اهو ما عندوش وقت بقى يقعد ياكل الفته والمحشي والحاجات دي كلها. طبيعي مش هنعمل محشي في اجازه العيد لان احنا عملنا محشي كتير في رمضان. هناخد ظهر الكوسه كده، لب الكوسه مش هستخدمه. شفت ازاي؟ اهو كده، اهو الحركه دي اهي. اهو ليه يا عم الشيف؟ دي عمرها طويل شويه مع المكرونه. لو انا حطيت لب الكوسه او قلب الكوسه هيخليها طريه. طب ده يترمي يعني يا شيف؟ لا، اوعي في حياتك ترمي حاجه، ازعل منك. خلي بالك. ده ممكن اللي معانا ده مخرجنا الجميل حبيب هارتي يتبشر بالمبشره مع بطين مع شويه بقدونس. وعملت طبق اومليت فرنساوي له كلام تاني وطعم تاني. كوسه، قلب الكوسه بلاش مع طماطم مع بيض، ممكن تعملها مع رز، يبقى رز بلب الكوسه او ببطنيه الكوسه. ده مطلوب على فكره، ودي حاجه لطيفه ممكن تعملها سلطه. هناخد الخضار ده زي ما هو كده يا عم الشيف،
في قلب الطاسه دي كده، بنحط فيها شويه زيت. حلو، مع الزيت ده مكعب زبده. عايز اعمل شويه مكرونه بمزاج، وادي الزبده، الزبده لوحدها ما بتدينيش اللي انا عايزه، بحط عليها شويه زعتر كده. يا ويلي يا ويلي، هو ده الكلام. فص التوم الحلو ده كده، شفت الجو ده كده، ونقلب دول كلهم مع بعض. ده مطلوب، الله اكبر، هو ده. شفت الريحه بقى؟ هي دي اهي، زعتر زبده تومه. ناخد كل ده مع بعضه، ينزل في قلبها كده، هو ده. شفت طبق المكرونه ده كده لف مطاعم الدنيا كلها. دي مكرونه بالوايت صوص والخضار. حلو، بس تقطيعه الخضار دي مهمه جدا. روزماري اهو، الله، وده كمان اهو. والله بكلف التلاته تعريفه، بس التفاصيل بتاعتها تكلف كتير، علميا وفنيا وطهويا. نشيل كل ده، ملوش عزة عندنا، خلصنا خلاص. تعالوا مع بعض نشوف هنكمل ازاي. بنقلب كل ده مع بعض. الله، شفت الحلاوة؟ شفت الجمال؟ هو ده. أهم حاجة التومة والزبدة والزعتر اللي أنا حطيتهم في البداية خالص. لازم الخضار ينزل على الأساس ده. زبدة، توم، زعتر. زبدة، توم، زعتر. وتحط يا أمي معلقة زيت صغيرة عشان الزبدة ما تتحرقش. ركزي في اللي جاي بقى. حلو الكلام؟ توابلنا ملح وفلفل. اللهم صل على النبي. ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ ايه الروقان ده؟ هو ده، هو ده، هو ده. كمان واحدة. هو ده، هو ده. كمان واحدة. هو ده، هو ده. دي مدرسة. شوية فلفل اسود. ونقلب كل ده مع بعضه. يا ويلي يا ويلي يا شيف، أنا ما شفتش الشغل ده قبل كده. خالص. مولاي. هو ده الكلام. تدفع كام بقى يا غالي؟ لا، عايز طبق بسكويت. من لحماتك جايبهولك. احنا بص نعمل كحك في البيت، ما نعملش كحك في البيت. بنفرح لما امهاتنا وحماتنا وخالاتنا وعماتنا يجيبوا ايديهم الكحك كده في ايديهم، ويقول لك دوق عمايل ايديا وحياه عينيا يا ابني. دي هي ده الموضوع. خلي بالك، ممكن تلاقي كحك في اماكن كتيره بطعم مختلف، انما لما حد من القرايب والاهل والخلان والعمات والحموات والامهات يجوا ويقول لك دوقي ده من ايديا وحياه عينيا، دي حاجه كبيره قوي. شوف بقى الحليب نازل هنا على المقادير دي كلها. مبسوط مبسوط. مدرسه يا مغازي، مدرسه مدرسه. حلو الكلام. نقلب دول كلهم مع بعض. لسه عندي كريمه لباني، هو ده، مش تنزل دلوقتي، خلي بالك. نعم يا غالي. يا عم قلت لك ما تهزرش، بيقول لك دي مش يكلكع. عم انت لسه قالب بقى مطبخ ده؟ انا بص للديك كده يا باشا، مستحيل يا فندم، مستحيل، لان الخضار هنا غني بالسوائل، فدي لما نزل على الخضار وهو في حاله افرازه للسوائل فك، فلما فك ونزل عليه الحليب، وريني كده اي كلكعه. ربنا يكفيك شر الكلكعه. حلو الكلام. حلو. سيبها على النار تاخد غلوه، خلي بالك. تعالوا نشوف مع بعض المكرونه اخبارها ايه. جاهزه اهي. حلو، صفيتها انا كده بس خلاص. باخد شويه ميه منها وقال والله احتاجت ميه، ما ازودش ميه من الحنفيه، ازود ميه المكرونه. دي لازم تغلى على النار، عشان لما تغلى على النار تديني القوام. واوعى تنزلي بالكريمه اللباني غير لما تغلي، خلي بالك. بمجرد ما تغلي النار، معرفش ايه اللي بتفيك، بس حد يشوف الحاجه الحلوه دي وينتفق. يلا، حلو، نقلب. التقليبه دي مهمه، خلي بالك. ملح قليل جدا. ليه ملح قليل يا عم الشيف؟ عشان احنا حاطين ملح في سلق المكرونه، ده مطلوب. نجهز طبق التقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبق حلو كده،
عشان الاولاد بألف انا وشفا. طبق الفته ده عايز شويه برزنتيشن كده. عندي عود روزماري حلو جميل، ده مطلوب اهو. ممكن نستخدم الفلفل الحار ده يبقى حلو برضو، الناس بتحب الفلفل الحار اهو. دي حاجات كده تفاصيل عينيا. نعم، الف الطبق. حاضر حاضر من الاول نيجي من بدايه سلق اللحمه. تركايه سلق اللحمه، جبت اللحمه من عند الجزار، تغسليها انت حره، تقطعيها برضو وتصغريها برضو انت حره، ولكن طريقه المغازي تاخدي اللحمه بعد التقطيعه والغسيل زي الفل، وتسخني الطاسه او الحله اللي تستوي فيها اللحمه، وتحطي فيها معلقه زيت او معلقه سمنه حسب، يا زيت يا سمنه، مش زبده، زيت او سمنه بس مش زبده. وتمسكي اللحمه تحمريها كويس من غير اي حاجه، لا ملح ولا فلفل ولا ورق لورا ولا حبان ولا اي اختراع من اختراع التوابل. حلو الكلام. فرصه تعرفي اللحمه، تحددي هويتها وتعرفيها اذا كانت حلوه ولا مش حلوه، تفاصيلها تعرفيها، تشم ريحتها الحلوه، بعدين تنزلي بالايه، تنزلي بالبصل والطماطم والبهارات بتاعتك والملح اخر حاجه. حلو الكلام. شفت القوام بتاع الوايت صوص والخضار بيسبح فيه شفت الحلاوه انزل بالكريمه اللباني، هو ده طبق المكرونه ده يتدرس شفتي فيها بروتين فيها خضار فيها فيتامين سي عندك شويه سبانخ يبقى فيها حديد زي ما انت عايزه. هناخد يا عم الشيف المكرونه اللطيفه الجميله المسلوقه، ننزل بيها على الايه الشغل الجامد ده بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي يا حلوه. الله 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 اهي. واحده واحده قلبي كده، وانت بتقلبي سمي بسم الله. الله بصي هيسيبوا الفته والله ويجوا على المكرونه دي يجروا جري. شفتي؟ جيب الخضار بقى فوق، جيب الوايت صوص، جيب الكريمه اللباني، رشه الفلفل الاسود دي بعد ما اغرفها عليها. نعم انت وجيبك، عايز تحط جبنه حط، بس انا مش عايز جبنه صراحه، عايز استمتع بالخضار. مش كل حاجه جبنه موزاريلا، ما شبعتش جبنه موزاريلا في رمضان ولا قريش ولا عكاوي، عجبنا كل حاجه بالجبن. انا مش حابب جبنه خالص في المكرونه دي على فكره. والله ليك شوق في جبنه، تبقى تستخدم جبنه رومي مبشوره، بارميزان. حسب الاختيار. هناخد المكرونه زي ما هي كده، اللهم صل على النبي، صلي على الحبيب قلبك يطيب، بس شوفها بتبكبك كده، بص عليها كده، بص عليها، بدأت تظهر علاماتها، هو ده. ياخدها كده الله الله. اللهم صل على النبي تقول لي فتة؟ فتة ايه يا راجل يا طيب؟ اللهم صل على النبي. طبق مكرونة الجيران والحبايب والقرايب والصحاب كله يجي عليه.